كنتش عارف ان خبر زي ده هيفرحك قوي كده. وانا ما خبيتش فرحتي دي، واعتقد ان ده من حقي. لما اعرف ان المأساة اللي انا عايشة فيها هتخلص كمان 3 شهور لازم طبعا افرح. مأساة؟ انا بخسر خطيبي يا دكتور فوزي. ايوه بس لازم تبقي عارفة بقى ان حسن هيفضل مشغول بشغله على طول. كل كوم وسارة دي كوم تاني خالص، ده مش مديله فرصة حتى يتنفس، مش نعيش حياتنا. مالك يا دكتور بتفكر في ايه؟ بفكر في ليلى. ليلى؟ هو انا خلصت من سارة لما هتطلع لي في ليلى؟ وتطلع مين ليلى دي يا دكتور؟ دي صاحبة سارة الجديدة، لازم اعرف عنها كل حاجة.